بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. الوضوء مما مست النار كان في أول الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار، وهذا يشمل جميع ما مسته النار من خبز أو دهن أو شعير أو لحم أو أي شيء، أي شيء مسته النار أنه كان يتوضأ منه. وابن عباس رضي الله عنه قال لأبي هريرة: أتوضأ من الحميم؟ يعني ماء حار مثلا مسته النار، ماء سخن أتوضأ منه أيضا؟ أتوضأ من الدهن يعني إذا مسته النار؟ يعني هذا لا يؤكل مثلا، كيف أتوضأ من مسته النار؟ فأبو هريرة رضي الله عنه قال له كلمة طيبة جدا، قال: إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. يعني لا تدخل عقلك في مثل هذه الأمور، تضرب الأمثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول قل سمعنا وأطعنا فلا تضرب له الأمثال. يقول وسكت ابن عباس، وكلام أبي هريرة في الصميم كما يقال. وهكذا كان الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الوضوء مما مست النار في أول الأمر، كان يتوضأ مما مست النار. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، فقال بعض أهل العلم إذا كان تركه إذا يترك الحكم، وبعضهم قال يترك الوجوب ويبقى الاستحباب. يعني كان يأمر بالوضوء مما مست النار ثم لم يتوضأ مما مست النار، أو كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فهل هذا الترك ترك يعني مطلق أو ترك الوجوب؟ إن هل ترك الوجوب أو ترك الأمر مطلقا؟ والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه بالنسبة للنسخ الأصل فيه أنه إذا قلنا بالنسخ أن هنا نسخ ويمكن الجمع بين النصين، لا يلجأ إلى النسخ، لأن النسخ إبطال، النسخ إبطال حكم أول. وهو إذا قالوا النسخ أن يأتي حكم متأخر يبطل حكم متقدما، هذا بالنسبة للنسخ الحكم. والنسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص، أما إذا أمكن الجمع بين النصوص هذا خاص وهذا عام، هذا مقيد وهذا مطلق، هذا في أمر وهذا في أمر، فلا يلجأ إلى النسخ. وأذكر مسألة يعني قريبة من ذلك، عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: والمطلق والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاع للحول غير إخراج، ونقرأ آية أخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ففي الآية الأولى أن المرأة تتربص سنة كاملة، وفي الآية الثانية المرأة تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام. فذهب كثير من الأهل العلمي إلى أن الآية الثانية التي قرأتها الآن، مع أنها هي متقدمة في المصحف، ناسخة للآية الأولى، يعني آية أربعة أشهر وعشرة أيام ناسخة للعام، فيكون والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاع الحول غير إخراج منسوخة، وتكون والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ناسخة، فيبطل الحكم الأول. فكان ابن عباس رضي الله عنه ما يرى النسخ هنا، وإنما يرى أن هذه في موضع وهذه في موضع، وهذا هو الأصل، أنه إذا أمكن الجمع لا يلجأ إلى النسخ. فكان ابن عباس يقول يعني الآية والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة المرأة، وهذا خطاب للمرأة. وأما الآية الأخرى وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، هذا خطاب لأولياء الميت، أنهم لا يضطرون الزوجة إلى الخروج من البيت قبل إتمام الحول إذا كانت تريد البقاء، لا تطرد من البيت. الآن مثلا إذا ناس يبون يتوزعون الميراث مثلا، مات ميتهم يبون يبيعون البيت، فيأتون لهذه الزوجة بعد أن تنتهي عدتها أربعة أشهر عشرة، يقول لها إيش الآن مثلا أخرجي نريد أن نبيع البيت. الله تبارك يقول: وصية الأزواج متاعا للحول غير إخراجها، من حقها أن تبقى في هذا البيت لمدة حول كامل، وهذا أولى من القول بالنسخ. ف
فإذا أمكن الجمع بين النصوص لا يلجأ إلى النسخ. إذا أمكن الجمع بين النصوص لا يلجأ إلى النسخ، هذا هو الأصل. وهنا يمكن الجمع حقيقة، بأنه الحديث توضأ من مسة النار يكون على سبيل الوجوب، وترك الوضوء من مسة النار يكون على سبيل الاستحباب، فيبقى الاستحباب وينتفي الوجوب، يبقى الاستحباب وينتفي الوجوب. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما مست النار هو الأصل، ويكون الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الطعام الذي قدمته المرأة من لحم، طبيعي لحم شنو مسته النار، ما يؤكل الني لحم نيئا. فيكون هنا يعني إما نقول خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول إنه يعني نزل من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا أظهر، لأن حديث جابر كان آخر الأمرين من رسوله ترك الوضوء من مسة النار، ففهم جابر أنه ليس خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمهور الصحابة على ترك الوضوء من مسة النار، فدل هذا على أنه فهمهم لهذه النصوص أنه ترك الواجب، أنه ترك وجوب الوضوء من مسة النار. طبعا قوله هنا فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، قناع له الصحن، صحن معون فيه رطب، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قال فأتته بعلالتي أو بعلالة من علالة الشاة، يعني ما بقي من اللحم، لأنه ما أكل اللحم كله صلى الله عليه وسلم، أكل ما يكفيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد فترة جاءته ب باقي هذا اللحم فأكل منه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يتوضأ. نعم يعني توضأ للظهر ولم يتوضأ للعصر، فدل على أن المسألة فيها سعة منه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين في مسة النار، نعم من يذكر لنا فائدة في الحديثين؟ النسخ على القول النسخ، إثبات النسخ وأنه حكم شرعي، النسخ وارد وهذا صحيح، النسخ وارد. بعد ما يلجأ إلى النسخ إذا نعم إذا أمكن الجمع لا يلجأ إلى النسخ. بعد الوضوء مما مست النار، الأصل الوضوء مما مست النار، وإلى اليوم ترى الأصل أنه يستحب إنسان يتوضأ مما مست النار، سواء كان خبزا أو طعاما غير الخبز كاللحم أو المرق أو غيره مما مسته النار، شعثة، أي شيء مسته النار فإنه يستحب الوضوء منه. والله أعلم.